اجلس. لا انت ماشي اجلس. اجي كما اجي الطير. اجي الله يرضى عليك. اجي. السلام عليكم. عليك السلام. أسدي أنت معنا اليوم في قناة HM. نعم. واش ممكن تعطينا من وقتك شي حاجة؟ قول سيدي هنا. بغينا غير نعرفوا شنو هي الأحوال ديال السوق. أحوال ديال السوق ماشية مزيانة الحمد لله. حنا لا نقضيو ونعديو. وبالنسبة للأرباح كاين شي أرباح؟ أش باش نقول لك وأنت إش دخلك في الربح؟ كان تسلي شي حاجة باش نعطيها لك؟ الربح لا يبقى ديالي. شي حاجة أخرى ما نقولها لك شي. شكون أنت؟ احنا قناة كنهضروا باسم الناس وباسم كل المواطنين اللي كيشريوا الحواله كيقولوا بان الكسابه دائما كيغليو على السوق العادي وكل واحد والراعي ديالو يودي اخر. والله العظيم انا ما نقولكش الا نغلي زعما نبيع القلاين نبيع الحواله والحولي اللي يدي في العام اللي يدي مليون في العام الا بقى له عام صافي الا انت خسرت عليه مليون. الشعير ها الزرع ها التبن ها الماكله نرفض الصباح ها قيوه قيوه عدل وعدل هذا الشيء بزاف ونبيع له انا بريال. اسمح لي اخي يمشي في حالك باش ما الله يحفظ نقدر نمطاريك ولا نقتلك ولا نقضي شي فضيحه. غير هذه العواشر ما بقاش يتسقسي الله يرضي عليك. هذه العواشر يمشي باش ما نبش قيك غير نمشي في حالك. هادي صافي انا مرحبا بك. واش ممكن تعطينا واحد شويه من وقتك؟ هو مرا اخي هاني بغينا نعرفوا شنو هي الاستعدادات اللي وجدتوها لعيد الاضحى. عيد الاضحى الخاوة ماشي مزيان كتما استعدادات ديالنا هما كنوزو الحواله ومواليهم فهمتيني وباسعار رخيصه جدا فهمتيني والحمد لله ماشى الامور فهمتيني. قول لي اخي واش كاين هذا الرواج هذا عندكم غير في الاعياد ولا دائما طول العام؟ لا دابا الاعياد غير المناسبات حنا كنخدموا ما طول العام كنبقاو نوزو حاجات اخرين طلعوا نتجبولها فهمتيني كنخدموا مع بنات بلا بلايات وهادي فهمتي مان هذا هو اللي كاين الخاو الله يرحم بابك الخاو هاني هاني اي حاجه حنا هنايا نزوك نزو الحولي انا موجودين دحام فهمتي تبان اي حاجه اللي بغيتي هاني يا خي شكولتي السكا خي المصور هاني ها شكرا لك وشكرا لهذا الوقت اللي عطيتينا الله يا خي هاني هاني اي حاجه احتجتوها انا موجود مسمي ساعد حنطابه فهمتي انا هنا يا خاوه ديالي هاني بيبا بيب مشي قرون طافي مشى الله بيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. معك HM TV. بغينا نسولوك نسقسيوك على هاد المهنه ديال التبن خصوصا دابا كاين عيد الاضحى شنو موجدين؟ انا خلعتيني بصراحه ولكن الحمد لله احنا موجدين التبان كنوجدوا دير عيد الاضحى كان احنا دابا فلاحه كل موسم كنوجدوا له ديالو فهمتيني دابا كنوجدوا الزراع والتبان والحواله حتى هما الحمد لله بخير موجود ايوا وماشي مزيانين الحمد لله. لكن واش هذه هي المهنه اللي عندكم؟ على شتينا كناكلو عام كامل التبان. لا لا الحمد لله كل موسم بوقته كاين بطاطا وماتيشا كاين كلشي الحمد لله الخير موجود في البلاد هذه السعيده. وشكرا لك شكرا لك كنشكرك بزاف. صافي خديتي حاجه. شكرا شكرا بسلامة. يلا لا عاون لا عاون يلا لا عاون شام شام. السلام عليكم. واش ممكن تسمح لنا ناخذ من وقتك واحد شويه؟ قول لي شنو هالسوق؟ بغينا نعرفوا شنو الاحوال ديال السوق؟ انا ما كنجيش من هنا انا جيت غير نشوفو كان انا كنجي من اسبانيا انا من الميريا. شفنا كتساوم الحواله اي ها كنساسي انا العام اللي فات كنت شريت من هنايا والهم عليه خرج لي الحولي فيه الفواقه والسهله والنبوله اسمحوا به. واش ممكن نوقفوا عفاك اسمح لي واش ممكن نوقفوا لان الكاميرا والمشاهدين انا مزقوب الله يدعي حتى مع قناه سميتها ايوا تكون انيتا وتكون انتيناتريس ولا تكون تيليسين كون نوتينغو بروبليم الله يدعي واش تقول شي حاجه ولا دغيا انا مزقوب كنستنى الله يدعي. احنا راه باقيين في الحوار الا بغينا غير نعرفوا شنو واش السوق غالي بالنسبه لك ولا ماشي غالي؟ اودي انا ما كنجيش من هنا الله يدعي عليك غالي او ماشي غالي وخلينا الله يدعي عليك دابا انت داخلك في الغلا كتساسي الناس واش عجبهم العيد او كبدا تدخل على الميتات
تجي قال ميتات كنشوفك انا غالي او رخيص انت ماشي تدحسو بحالك انا بغيت بالسكر الله يقع لي والما دغيت ما لكن كنعرفو حنا بحالك الله يقع لي خيانات نمشيو نشوفو واحد السيد كيبان لي بحال شرا شي حولي نمشيو نشوفو على الله يخلينا نتحاورو معاه امولوندا السلام عليكم عليكم السلام هوندا خذتينا من وقتك واحد شويه امال زيد تعطينا زيد معك الصبر هذا حولي هذا قبل بعدا الله يجعلهم تحية امين شكرا شكرا معك قناة اش ام اجل وخا تسمح لنا بغينا غير نسولك شنو هي يعني كاين شي اثمنة رخيصة ما كاينش كنا شنو هي الاحوال ديال السوق غالي الحولي غالي بزاف 1500 درهم بزاف انا كنفضل اجل بالنسبة ل 1500 درهم جاتني رخيصة لا رخيصة شري مني تقدر تزيدني 500 درهم لا انت شريت انا شريت وندمت لان نشري ما ما ما, ما مارجن حسن علاش طريطات تخلص على طريطات حسن علاش مصيبه هذه اولوندا الله يعطيكم الهدى عندي شغل وسمحنا واش ممكن ناخذ منك واحد شويه من وقتك قل لي شنو خصك حنا واحد القناه اسمها اش ام بغينا غير نعرفوا شنو هي الاجواء ديال العيد الاجواء ديال العيد الحبيب باش نقول لك انا ما كنعيطش اي والله ما عنديش الراجل هجال الحبيب والو ما عنديش الراجل مثل الراجل عندي 5 سنين الحمد لله انا عايشه ونتين شفناك بحال مع الصبه والعواشر هادي اش باش نقول لك ابني شكون باش ماشي يتعصب شي ما كاينش اللي يشري الحاولي ما كاينش اللي يشري الخرقوم ولا الابزار ولا الحنوط كاملين الحبيب ما عندي فحم ما عندي تبن ما عندي عيد كنعرفوا كاين جمعيات كيعاونوا الناس كيعاونوك اللي كما تشوفوا فيا انا الله يعطيك الدلم شي الله يعطيك السلام عليكم والله الا بارتيني دابا تاخر دي بون عيط لك بالا يلا بينغا قول يا حاج اسمح لي قلت انا مع بارينتا تحدث اسمح لنا احنا معك خانه اش ام الله يا اخي الدنيا هانيه متشرفين مرحبا بك معنا الله يا اخي قول بغينا نعرفوا ونتعرفوا اكثر على العيد هنا وكيفاش كتشوف الاثمنه هنايا في المغرب بيان بيان الحمد لله المغرب ماشي اول مره كان يجي بيرو كان يجي من طنطا بس الحمد لله احنا هنايا اوكي بيان الحمد لله غير واش ما بغيت نعرف واش انك دائما كتعيد هنا في المغرب اوكي انا كابه انت ناش من دخل عندك عيد ما نعيدش اتمنى عندك شكون تينك بعدا لا حنا كنهضروا شكون تينك شكون تينك تقدر معايا اسمح لي انا العيد برينسيبي اسمح لي انا ما تهضرش معايا هيدا اسمح لي ما تهضرش معايا هيدا فينغا كويداتي تقدر تكوي دابا فينغا انا استخدمت كاميرا ولا لا لا صافي اسمح لنا اخي واخا نسولك اسمح لي انا نسقسيك شي واحد كيبيع التبن هنايا حنا معك قناه اش ام متشرفين ولكن شي واحد هنا كيبيع التبن حيت ماما صرات لي نشوف شي واحد كيبيع التبن ضروري بغينا غير نسولك الا ممكن لان حنا ما كنعرفوش هنايا شكون اللي كيبيع التبن انا بيدي ما كنعرف شي انا بيدي ماشي جبرتيني متلو خصني نمشي نشوف قلنا والا والو ياك واخا نسولك واحد السؤال الا جات على خاطرك قول لي واخا بالنسبه للعيد كيفاش كتمر الاجواء ديال العيد واش كتجمعوا النهار ديال الذبيحه الحولي شنو كيكون بعد الحق كنجمعوا كتجمع عائله ولكن انا عندي واحد المشكل سبحان الله العظيم ملي كنت باقي صغير ما كنقدرش نركز على مسائل الذبيحه حيت واحد راتي شفت الدم وسخبت شي سيمانه بقيت صافي سمين بالله واش دائما هكذا ولا لا ماشي اصلا الذبيحه ما كنحضرش وصافي ما الحولي نتصور معاه بزاف حاجات شكرا السلام ما عندك شي حاجه اخرى تقدر تضيفها لا صافي هادشي اللي عندي حيت انا دابا ماما كيستناني نجيب لها التبن اسمح بالله شكرا اذا مشاهدينا الكرام كيف ما لاحظتوا فاحنا اليوم متواجدين من داخل تفادي كيبان لي انا غادي نعم اخي شنو كتشخشي الناس كاملين وحنايا زعما شنو بان لك بها تقع هنا لا حنا سالينا الريبورتاجات ديالنا جينا في الصباح وانت حنا كنبيعوا الحبل يا حنا والو زعما اذا تشاود معنا وتحاورنا واخا يمكننا نحاوروا ماشي مشكل نتعرفوا عليك العربي شنو كدير هنا العربي؟ جينا كتشوف كنشنا قراشي كنبيع الحبوله اخي الطبيعي وكتشوف ان الحبوله هو مصدر العيش ليك طول الحياه الحياه حنايا بحال الغابه فهمتي جبرت الميانة هناك لا جبرت الأدينة هناك لا فهمتي كيف أصلا ما نضعك كيف شمه فهمتي كيف يعني
كنبيع مرة كاكو مرة الحوت مرة كنبيع الحوالة مرة بنادم كتجيني كنبيع وفهمت كنشوفك بحال مع السب كنشوفك حنا من القناة مرحبا بك انا من القناة انا مغربي ما تشقش لي شي بحالي بحال الناس ولا شنو جا لا حنا كنسولوك يعني شنو كتشوف هذا العام هذا واش الناس غادي يشريو الحوالة كاملين بهم الاثمنة مناسبة لا شنو بغيتي توصل شي مساج قولو بغيت نقول لك زعما كيتشم الحاولي هذا العام يا شلال يا شلال طاعات فيها القرون والصوف الطرطيئة ضد اقسم برا برا يدك هادي يدك من هذاك ورا يدك الله العظيم اخي الطبيعة اخي اش كنقول لك ومبروك العيد وتحيا المغرب وتحيا الشعب المغربي وكنحمق على المغرب وتهلا في راسك.